أهلا بكم مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في جلسة الأعمال والبداية إن شاء الله من آخر أخبار المونديال، توالي الاستعدادات من قبل مختلف الجهات العاملة في الدولة، مع إن شاء الله اقترابنا من الموعد النهائي 20 يوم تفصلنا عن مونديال قطر 2022. صباح الخير روان. صباح النور مروان، وصباح الخير مشاهدينا الكرام. وسيكون لنا اليوم وقفة مهمة أيضا ستسبق أخبار المونديال مع قطر للطاقة، الاتفاقية الجديدة التي وقعتها الشركة مع شركة كونوكو فيليبس، وبهذا تكون الأخيرة هي الشريك الثالث لمشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي، إلى جانب ما كشف عنه سعادة المهندس سعد بن شريد الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، عن وجود محادثات مع شركاء عالميين لشراء حصة قدرها 30% من منطقة استكشاف قبالة سواحل لبنان. أيضا في موضوعنا الثالث نتابع معكم إعلان جهاز التخطيط والإحصاء عن تسجيل فائض الميزان التجاري السلعي للدولة خلال شهر سبتمبر، قفزة بنسبة ناهزت 90% على أساس سنوي، مرتفعا بواقع 17 مليار و200 مليون ريال إلى 36 مليار و300 مليون ريال. في هذا الإطار سنفصل إن شاء الله أهم العوامل التي أدت إلى تحقيق تلك الفوائض ومدى استمراريتها في ظل المتغيرات التي تشهدها سلاسل الإمداد في مختلف دول العالم. بعدها مباشرة بمشيئة الله سننتقل بكم إلى بورصة قطر، ومع اكتمال موسم الإفصاح عن النتائج المالية الخاصة بالشركات المدرجة نستعرض مع حضراتكم أهم وأبرز النتائج المسجلة ونسب النمو في مختلف القطاعات ومدى تأثيرها على أداء المؤشر العام، كما ستكون لنا أيضا نافذة لافتتاحات البورصة القطرية في ثانية تعاملات الأسبوع وأداء الأسهم بعد التقلبات التي شهدناها خلال الفترة الماضية. مشاهدي الكرام، أيضا في موضوعنا الخامس، ومع تسارع التطور التكنولوجي في العالم مواقع التواصل الاجتماعي، سنتابع معكم إطلاق شركة فودافون قطر لأحدث حملاتها الوطنية من خلال العالم الافتراضي، وسنتابع تفاصيل تلك الحملة الجديدة مع الزميلة نادين البيطار من بلاس فاندوم مول. نعم، وفي قصتنا الأخيرة لهذا اليوم سنبحث معكم في انعكاسات قيام بنك الشعب الصيني بضخ سيولة نقدية صافية في النظام المصرفي هذا الأسبوع لتلبية الطلب المتزايد على تمويل مدفوعات الضرائب وتحسين المعنويات في أعقاب مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني. على بركة الله نبدأ إياكم أولى فقراتنا لهذا الصباح، ابقوا معنا. المجد بساحتنا سائد، صغناه سيوفا وقلائد، نعم الشعب ونعم القائد، وحدتنا مصدر قوتنا. المجد بساحتنا سائد، صغناه سيوفا وقلائد، نعم الشعب ونعم القائد، وحدتنا مصدر قوتنا. عدلنا المائل وصنعنا الإنجاز الهائل، وبحب ولينا القائل، وحدتنا مصدر قوتنا. بالحكمة عدلنا المائل وصنعنا الإنجاز الهائل، وبحب ولينا القائل، وحدتنا مصدر قوتنا. نذكر أمس ونصنع بكرة، من لوسالي لين
سيادتنا مصدر قوتنا. بالحق الأبلج نفتخر، بنيان تصنعه الفكر. قولي للعالم يا قطر وحدتنا مصدر قوتنا. بالحق الأبلج نفتخر، بنيان تصنعه الفكر. قولي للعالم يا قطر وحدتنا مصدر قوتنا. يا أبو حمد جعلك سالم، المقيم وشعبك والم. وش أكبر من كاس العالم، وحدتنا مصدر قوتنا. وحدتنا مصدر قوتنا، وحدتنا مصدر قوتنا. وحدتنا مصدر قوتنا، وحدتنا مصدر قوتنا. أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام. أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم 48 لسنة 2022 بإعادة تشكيل مجلس إدارة قطر للطاقة. ونص القرار على أن يعاد تشكيل مجلس إدارة قطر للطاقة برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وسعادة المهندس سعد بن شريد الكعبي نائبا للرئيس وعضوا منتدبا، وعضوية كل من سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني والسيد ناصر خليل الجيدة والشيخ خالد بن خليفة بن جاسم آل ثاني والسيد سعيد مبارك المهندي. ونص القرار على أن تكون مدة عضوية المجلس 4 سنوات، وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية. استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مكتبه بالديوان الأميري السيد ريان لانس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس والوفد المرافق، وذلك للسلام على سموه بمناسبة زيارته للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين الجانبين وسبل تطويرهما، لا سيما في مجال الطاقة، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل. وقعت شركة قطر للطاقة اتفاقية مع شركة كونوكو فيليبس تكون بموجبها الأخير شريكا ثالثا لمشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي الذي يتضمن خطين عملاقين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بطاقة إجمالية تبلغ 16 مليون طن سنويا، كما كشف وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة عن وجود محادثات مع توتال إنرجي الفرنسية وإنل الإيطالية لشراء حصة قدرها 30% في منطقة استكشاف قبالة سواحل لبنان، كما تجري محادثات مع الحكومة اللبنانية تخص هذا المجال. نتابع معكم بعد هذا الفاصل تفاصيل تلك الاتفاقية وأحدث البيانات حول حقل الشمال وتطويره مع الزميلة روان إسماعيل. هذه الاتفاقية التي تم الإعلان عنها مشاهدينا هي الاتفاقية الأخيرة في إطار مشروع توسعة حقل الشمال، وقد أعلنت عنها قطر للطاقة باختيارها شركة كونوكو فيليبس شريكا ثالثا وأخيرا في مشروع التوسعة للحقل الجنوبي. هذا المشروع الذي يتضمن إضافة خطين عملاقين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بطاقة إجمالية تبلغ 16 مليون طن سنويا، وستمتلك شركة كونوكو فيليبس حصة تبلغ 6.25%
من مجموع حصص الشراكة الدولية والبالغة 25%. هذه الحصة ستتشاركها مع كل من شيل التي تبلغ حصتها 9375 جزءا من 1000%، وكذلك مع توتال الفرنسية التي ستحصل على حصة مشابهة لحصة شيل. بينما ستمتلك قطر للطاقة الحصة المتبقية من المشروع، هذه الحصة تبلغ 75%. كانت شركات توتال إنرجيز الفرنسية وإكسون موبيل الأمريكية وشل الهولندية قد فازت بحصص متساوية في وقت سابق من العام الحالي بعقود تطوير لحقل الشمال الشرقي، بالإضافة إلى كل من كونوكو فيليبس وإني الإيطالية. وتمثل مجموع حصص هذه الشركات في المشروع حوالي 25%. يضم هذا المشروع بدوره إنشاء 4 خطوط للإنتاج تبلغ طاقة كل منها 8 مليون طن سنويا. نتحدث عن استثمارات في هذا المشروع تقدر بشكل عام بقرابة 28.75 مليار دولار. وللمزيد من التفاصيل مشاهدينا الكرام نرحب بضيوفنا المهندس عبد العزيز الدليمي الخبير في شؤون الطاقة، السيد أحمد عاقل محلل الأسواق المالية، ونذهب بكم إلى مونتريال في كندا، وينضم إلينا أيضا السيد شوقي مهدي الخبير في شؤون الطاقة. أبدأ معك مهندس عبد العزيز، اليوم تكتمل كافة عقود تطوير حقل الشمال بطبعا حقليها الجنوبي والشرقي، ما أهمية ذلك على صعيد اكتمال خطط الدولة الطموحة لتصدر قائمة الدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي؟ قطر للطاقة تمني بخطى قوية ومستمرة في استكمال المشاريع المستهدفة في الحقل الجنوبي، وشاهدنا منذ أيام توقيع الاتفاقية مع شيل، وقبلها أيضا مع توتال فيما يتعلق بالحقل الجنوبي، وقبلها أيضا فيما يتعلق بالحقل الشمالي. فإذا الأمور تسير حسب ما خططت له فيما يبدو قطر للطاقة. آخر شيء كان الاتفاق مع شركة كونوكو فيليبس، وتجدر الإشارة أن كونوكو فيليبس موجودة في قطر في استثمارات سابقة، وأيضا في حقل الشمال في المشروع قطر غاز نمبر 3 رقم 3، فهي أيضا شريك لقطر للطاقة منذ ما لا يقل عن 15 سنة. فإذا هذا استكمال لتلك المبادرات والاستثمارات من قبل شركة كونوكو، وهي إحدى الشركات الكبيرة في عالم الطاقة، وتجدر الإشارة لأن أصولها تبلغ في تقترب من حوالي 100 مليار، فإذا هي من الشركات الكبيرة المحترمة في هذا المجال. مهندس عبد العزيز، تابعنا أيضا أمس تصريحات عدة لسعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة كان فيها أكثر من محور. نبدأ مع محور محادثات الاستحواذ على 30% من مشروع غاز لبنان، توجه جديد إذن لضم قطاع مهم في لبنان، قطاع واعد جديد في لبنان. كذلك قطر للطاقة تمضي قدما في استثماراتها الأجنبية في منطقة البحر الأبيض، لديها أيضا حضور مع إكسون موبيل في منطقة غربي المنطقة التي الآن مستهدفة في المياه الإقليمية والمياه الاقتصادية اللبنانية، لديها أيضا اكتشافات غازية في تلك المنطقة، وهي تمضي قدما مع إكسون موبيل في تلك المنطقة الآن. ومع وضوح الرؤية بالنسبة للمسائل الحدود البحرية ما بين إسرائيل ودولة جمهورية لبنان، أصبح إمكانيات الانطلاق في المناطق البحرية اللبنانية
هناك عدد من البلوكات في المناطق البحرية اللبنانية، وهناك شركات عالمية منها شركة توتال وشركة إيني، والآن قدمت طبعا بحكم العلاقة القوية ما بين قطر للطاقة وتوتال وإيني أيضا، فإذا في الغالب أن هذا سوف يتم بنسبة 30% لقطر للطاقة. تجدر الإشارة أيضا إلى أن هذا بناء على علاقات سياسية قوية ما بين قطر ولبنان، وتجدر الإشارة أن قطر استضافت إحدى جولات المفاوضات الداخلية في السياسة الداخلية اللبنانية، فلبنان حضور قطر في لبنان أيضا مهم وقوي، وهذا بناء يستكمل تلك العلاقات مع دولة لبنان الشقيقة، فإذا هو في اتجاه صحيح وتوسع في مجال قطر لديها خبرة عالمية فيه، فإذا بالنسبة للبنان ترحب بهذه المداخلة من قبل قطر، وبالنسبة لقطر فهي مداخلة تتمدد فيها في مجالات هي لا لديها باع طويل فيه. نعم، نذهب إلى سيد شوقي مهدي. سيد شوقي، أهمية هذا الدخول مع هذا التحالف بالنسبة لقطر للطاقة في مشروع جديد في حقول الغاز اللبنانية. بداية صباح الخير مروان لك وللمشاهدين. بالتأكيد هو تأكيد آخر ودليل آخر على الدور الكبير لقطر للطاقة وتوسعها عالميا، يعني منذ أن تم إعلان استراتيجيتها سابقا تم تقييرها إلى شركة قطر للطاقة. بالأمس رأينا سمو الأمير يعيد تشكيل مجلس إدارة قطر للطاقة، اليوم نرى هذا الدخول المحادثات المتقدمة لقطر للطاقة في لبنان. الآن قطر للطاقة لديها محفظة دولية في أكثر من 17 دولة حول العالم، أهم مناطق الاستكشاف والتنقيب متواجدة فيها قطر للطاقة. أكثر من ذلك مروان، هي فازت بجائزة أفضل شركة للاستكشاف والتنقيب في عام 2021، بالتالي هذا الاستثمار هو مهم في أحواض وجزء مهم، وهو قريب من السوق الأوروبي، وهو أيضا من مناطق استهلاك مهمة في القارة الأوروبية، بالتالي هذا الاستثمار هو أيضا يعكس تحالف جديد مع كبريات الشركات الطاقة، إذا ما نظرنا إلى توتال وإلى إيني خاصة، وشركة إيني للطاقة لديها أكثر من 6 اتفاقيات يعني حول العالم مع قطر للطاقة. هذه الاتفاقيات وهذه العلاقات القوية أهلت شركة إيني للطاقة لأن تكون هي مساهمة في مشروع توسعة حقل الشمال في المرحلة الأولى. إذن هذا الاستثمار سيكون له أثره المباشر على لبنان وعلى الدول المحيطة المستهلكة، وهو أيضا كما ذكر المهندس الدليمي هو نتيجة لعلاقات سياسية قوية، علاقات اقتصادية مع دولة قطر بلبنان، بالتالي هذا الاستثمار مهم في هذا الاتجاه. نعم سيد شوقي، أيضا مما تبعناه خلال تصريحات سعادة وزير الطاقة يوم أمس هو تعليقه على محاولات وضع حد لأسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، اليوم كيف ترى هذا التوجه، تقييم أثره أيضا على الأسواق في هذه المرحلة؟ روان، هذه رسالة واضحة في بريد وزراء الطاقة الأوروبيين الذين يجتمعون الجمعة المقبل لدراسة المقترح الذي وضعته المفوضية الأوروبية بخصوص وضع سعر أو سقف سعري للغاز في أوروبا. سوق الغاز يختلف بشكل كبير عن سوق النفط، بالتالي من الصعوبة بمكان وفي ظل العوامل الحالية فيما يتعلق بالاتحاد أو سوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي أن تضع سقف سعري لسوق الغاز. ببساطة هنالك مشترين آخرين، ببساطة هنالك سوق أكثر تنافسية ولديه الاستعداد لتوقيع عقود طويلة الأجل مع كبار المستهلكين. نحن نتحدث عن سوق الغاز الطبيعي المسال، وهو يعني سعارة المهندس الكعبي يعني قالها صراحة بأن السوق الحرة هي الأفضل لتحديد سعر الغاز، ببساطة لأن ذلك
يتنافى مع قواعد التجارة الحرة، يتنافى مع قواعد الاتحاد الأوروبي، لأن المنافسة تعتبر هي واحدة من ركيزة البناء الأوروبي، لأن ذلك يحترم الإرادة القوية في إنشاء سوق حر ونزيه. بالتالي ببساطة يعني بلغة السوق، لا يمكن أن للاتحاد الأوروبي أن يضع سقف لسعر الغاز. هنالك أولا خلاف داخلي حتى داخل المجموعة 27 في إمكانية تقديم المقترح بوضع سقف لأسعار الغاز. ثانيا هنالك منافسة قوية، هنالك مشترون آخرون في السوق الآسيوي. يمكن هذه التصريحات روان تأتي بعد أيام من تصريحات مشابهة للمهندس الكعبي عندما ذكر بأن المفاوضات الأوروبية مع دولة قطر في توقيع عقود فيما يتعلق بالتوسعة الثانية لحقل الشمال بصفقات طويلة الأجل. هذه المفاوضات زادت حدة التنافسية من بين مع المشترين الآسيويين، وأصبحوا أكثر إلحاحا، أو هنالك مفاوضات متقدمة لإنهاء صفقات مع دولة قطر وتوقيع العقود بأسرع فرصة. بالتالي يعني كما قال المهندس الكعبي، وأنا أستعير ما قاله، بأن ما يحدث حاليا هو نفاق فقط من بعض الدول الأوروبية فيما يتعلق بوضع السقف السعري للغاز. ما نراه اليوم على أرض الواقع من توسع في استثمارات قطر للطاقة نتاج طبيعي لحجم الشراكات التي بنيت خلال عشرات السنين الماضية مع كبريات الشركات، شكل خبرة كبيرة جدا للعاملين في قطر للطاقة لترسم استراتيجية جديدة للتوسع خارجيا، لم تكتفي فقط بالاستثمار الداخلي، انتهينا من جزء كبير منه، واليوم نتوجه إلى الأسواق العالمية. في جميع القارات هناك مشاريع تنقيب قطر للطاقة شريك فيها، هو نتاج طبيعي لشركة تريد أن تكون واحدة من كبريات الشركات على المستوى العالمي في مجال التنقيب، في مجال إنتاج الطاقة أيضا النظيفة. هاي تطور طبيعي. لماذا؟ كما ذكرت، يعني قطر للطاقة لديها خبرة كبيرة وتاريخية في هذا المجال، والمجموعات المختلفة في البلدان المختلفة يتمددوا في الخارج لما يكون لديهم قدرة وخبرة فيما يريدون أن يتمددوا فيه في بلدهم، ونحن لدينا هذه الخبرة، لدينا خبرة، اكتسبنا هذه الخبرة من النواحي الفنية والتجارية والقانونية، وبالتالي إذن الاستفادة من هذه الخبرات المتراكمة في نفس المجال الذي خلينا نقول تميزنا به على مستوى العالم، فإذن هذا هو تمدد طبيعي، وأيضا قاموا به الأخوة في قطر للطاقة بشكل قوي وبشكل سريع وبشكل مميز، بحيث أنه تخطوا المنطقة وذهبوا حتى وصلوا إلى أمريكا وإلى مناطق في أمريكا الجنوبية وفي أفريقيا وعديد من البلدان، وآخر شيء الحديث حول منطقة البحرية في لبنان. فهذا تطور طبيعي، واكتساب الخبرة من قبل المهندسين والقانونيين والماليين القطريين يجعل لديهم قوة في متابعة هذه المشاريع، لأنها بحكم طبيعتها مشاريع قوية فنيا تكنولوجيا ماليا، فتحتاج إلى متابعة قوية، وبالتالي تحتاج إلى تلك الخبرة التي توصل المشاريع والمستثمرين إلى أهدافهم المتوخاة من تلك المشاريع. فيعني كلمة يعني حق في حق الإخوان، قد بذلوا جهدا طيبا ويشكرون عليه، ويعني بارك الله فيهم. المهندس عبد العزيز الدليمي، الخبير في قطاع النفط ورئيس تنفيذي لشركة الخليج للبترول، شكرا جزيلا على تواجدك معنا لهذا الصباح، والشكر أيضا موصول مشاهدينا لضيفنا من كندا الصحفي الاقتصادي المتخصص في قطاع الطاقة السيد شوقي مهدي. مشاهدة الكرام، فقرتنا القادمة اقتصاد المونديال، ابقوا معنا. مش لهبيه يا
حي من جانا ويا زينها من جية، نمد لك يا ضيف فنجالنا على الكيف، بيوتنا بيتك جيت بشتاء أو صيف. بحضور سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، افتتحت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المركز الدولي للخدمات القنصلية في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويعد إنشاء المركز مبادرة فريدة، هي الأولى من نوعها في تاريخ استضافة بطولات كأس العالم، ويأتي بتعاون بين اللجنة العليا والعديد من شركائها مثل وزارتي الخارجية والداخلية وعدد من الهيئات الحكومية في قطر. المركز الذي يضم ممثلين عن أكثر من 40 سفارة وقنصلية معتمدة لدى الدولة يهدف إلى دعم المشجعين القادمين من أنحاء العالم لحضور فعاليات كأس العالم فيفا قطر 2022. لا شك وجود مثل هذه الخدمة المركزية راح تساعد وتسهل في سرعة التواصل الجماهير مع القنصليات المسؤولة عنهم في حال صار في أي حادثة أو أي شيء من هذا القبيل. طبعا المركز هذا يقدم الخدمات كلها ويساعد بالنسبة لكل قنصلية وكل سفارة التواصل مع الجهات الحكومية المناسبة. فإحنا يعني يمكن أول مرة تحصل في كأس العالم، في بطولة كأس العالم، وأتوقع بإذن الله أنه راح يتم استخدام مثل هذا النموذج في البطولات القادمة إن شاء الله. التقى سعادة اللواء الركن طيار محمد عبد اللطيف المناعي مستشار سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع للشؤون العسكرية والأمنية، رئيس لجنة وزارة الدفاع التنفيذية لحدث كأس العالم فيفا قطر 2022. التقى سعادة الفريق فرانشيسكو باولو فيليليو قائد قيادة العمليات المشتركة الإيطالية والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها.
حضر اللقاء سعادة السيد باولو توسكي سفير الجمهورية الإيطالية لدى الدولة، وسعادة اللواء الركن هلال علي المهندي الملحق العسكري والقطري لدى إيطاليا، والعقيد أنجيلو دي لونغو ملحق الدفاع الإيطالي لدى الدولة دولة قطر، وعدد من الضباط في القوات المسلحة القطرية. مجموعة من التغييرات سنشهدها في الدولة مع دخول شهر نوفمبر، والذي سيشهد تطبيق عدد من القرارات التي تتزامن مع بدء العد التنازلي لانطلاق بطولة كأس العالم. نتابع هذا التقرير حول أبرز هذه القرارات وتفاصيلها. إليك روان. شكرا لك مروان. إذا مشاهدينا، من أبرز القرارات التي سنتابع تطبيقها خلال ساعات قليلة مع دخول شهر نوفمبر هو العمل بالأنظمة والتوقيتات الجديدة للدوامات وللمدارس أيضا، التي أعلن عن تفاصيلها مكتب الاتصال الحكومي، حيث سيتم تقليص عدد الموظفين المتواجدين في جهات العمل الحكومية إلى 20% فقط من إجمالي عدد الموظفين لكل جهة، فيما سيباشر 80% من الموظفين عملهم عن بعد. كذلك ما بين الفترة من 1 نوفمبر إلى 19 ديسمبر سيكون تطبيق هذه القوانين. أما توقيتات العمل فستكون ما بين 7 صباحا حتى 11 صباحا. وطبعا سيستثنى من هذه القرارات القطاعات العسكرية والأمنية والصحية وكذلك التعليمية. أما القطاع الخاص فسيمارس أعماله الاعتيادية أثناء فترة كأس العالم. في القطاع التعليمي تقرر إذن أن يكون الدوام في هذا القطاع للموظفين والطلاب، ونتحدث تحديدا عن موظفي وطلاب المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق المعايير الوطنية، من 7 صباحا إلى 12 ظهرا بداية من 1 نوفمبر وحتى 17 منه، فيما ستكون إجازة منتصف العام الأكاديمي لهذه المدارس من تاريخ 20 نوفمبر ووصولا حتى 22 ديسمبر هذا العام. وكما تحدثنا هذا سيكون للمدارس الحكومية والخاصة التي تطبق المعايير الحكومية. من أجل ضمان ومتابعة سير الفعاليات المصاحبة للمونديال سيتم أيضا تخصيص شارع الكورنيش للمشاة بداية من 1 نوفمبر، وسيتواصل العمل بهذا القرار حتى 19 ديسمبر من هذا العام. ومع دخول شهر نوفمبر أيضا سيكون دخول قطر محصورا لحاملي بطاقة هيا، بالإضافة إلى المواطنين والمقيمين عبر منافذ الدولة المختلفة. فيما يخص الإجراءات الصحية، وتبعا لقرار صادر من مجلس الوزراء الموقر، سيتم تعديل الإجراءات المرتبطة بتفعيل تطبيق احتراز، بحيث يكون تفعيل التطبيق والتحقق من الرمز الأخضر إلزاميا عند دخول المنشآت الصحية فقط. كما سيلزم أيضا جميع الموظفين والعاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في الأماكن المغلقة فقط، أو أولئك الذين تتطلب مهامهم التواصل مع العملاء بارتداء الكمامات أثناء فترة عملهم. We'll be right back.
دشنت غرفة قطر دليل الأنشطة الاقتصادية والتجارية في قطر الذي أصدرته بالتزامن مع استضافة بطولة كأس العالم، ويحتوي على إجراءات تأسيس الأعمال وإرشادات تأسيس المصنع، إضافة إلى لمحات من قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، فضلا عن قطاعات الاستثمار والمؤسسات والهيئات ذات الصلة بالاستثمار. ودشن الدليل كل من سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة والرئيس التنفيذي للاستراتيجية بالهيئة، والسيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، بحضور عدد من رجال الأعمال وممثلي المؤسسات والجهات الداعمة. وأكد مدير عام غرفة قطر أن إصدار دليل الأنشطة الاقتصادية والتجارية هو دليل شامل حول تأسيس الأعمال في قطر، جاء حرصا من الغرفة على تعريف زوار الدولة ومشجعي كأس العالم بقطاعات الأعمال في الدولة والأنشطة الاقتصادية والتجارية فيها.
مشاهدينا، في ملفنا التالي، سجل فائض الميزان التجاري السلعي للدولة خلال شهر سبتمبر قفزة بنسبة اقتربت من 90% على أساس سنوي، مرتفعا بواقع 17 مليار و200 مليون ريال إلى 36 مليار و300 مليون ريال قياسا بالشهر ذاته من العام 2021، كما ارتفع أيضا بنحو 100 مليون ريال مقارنة مع أغسطس الماضي. تفاصيل مهمة نتابعها في التقرير التالي مع الزميل مروان. تفضل. شكرا لك الزميلة روان. إذن مشاهدي الكرام، مشهد التبادل التجاري لدولة قطر مع دول العالم خلال شهر سبتمبر، تفاصيل هذا المشهد يتمثل في ارتفاع فائض الميزان التجاري السلعي للدولة خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة وصلت إلى 90% على أساس سنوي، مرتفعا بواقع 17 مليار و200 مليون ريال ليسجل 36 مليار و300 مليون ريال. جهاز التخطيط، بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أظهرت أن قيمة الصادرات خلال سبتمبر الماضي بلغت 47 مليار و600 مليون ريال، مرتفعة بنسبة فاقت 70% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. من جانب آخر أيضا، ارتفعت قيمة الواردات السلعية لتصل إلى نحو 11 مليار و300 مليون ريال، بارتفاع نسبته اقتربت من 29% على أساس سنوي. ارتفعت أيضا قيمة صادرات غازات النفط الهيدروكربونات الغازية الأخرى إلى 35 مليار و400 مليون ريال، وبنسبته شكل 104%، كما ارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام إلى حوالي 4 مليارات و800 مليون ريال، وبنسبة وصلت إلى 34%، بينما ارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام إلى 3 مليارات و100 مليون ريال، وبنسبة اقتربت من 14%. احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة للصادرات بقيمة 7 مليارات ريال، وبنسبة وصلت إلى 14.16% من الإجمالي. تلتها كوريا الجنوبية بقيمة وصلت إلى 5 مليارات و700 مليون ريال، أي ما نسبته 12%. ثم الهند بقيمة وصلت إلى 5 مليارات و100 مليون ريال، وبنسبة شكلت 10.6%. على مستوى الواردات السلعية، جاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة وعنفات غازية أيضا أخرى وأجزائها بلغت قيمتها 800 مليون ريال، بارتفاع نسبته 2.4%. تليها مجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص بقيمة 400 مليون ريال، وبارتفاع وصل إلى 34%. ومجموعة أجزاء أخرى للطائرات العادية أو الطائرات العمودية حيث بلغت قيمتها 300 مليون ريال تقريبا، وبارتفاع وصلت نسبته إلى 61%. تصدرت الصين دول المنشأ بالنسبة للواردات بقيمة وصلت إلى مليار و640 مليون ريال بنسبة حوالي 15% من الإجمالي. ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة وصلت إلى مليار و630 مليون ريال، وهذا يشكل حوالي 14.5%. تلتها تركيا بقيمة 900 مليون ريال، وهذا يشكل حوالي 8%. مشاهدينا، نرحب في هذه اللحظات بضيوفنا في الاستوديو، السيد احمد عقل محلل الاسواق الماليه، وكذلك السيد علاء الشيخلي محلل الاسواق الماليه. نبدا معك سيد احمد، اهلا بك معنا. القفزه كانت واضحه خلال شهر سبتمبر، هذا سيترك بصمه ايضا على اداء الميزان التجاري خلال الربع الثالث، ولدينا عوامل مهمه دعمت هذه القفزه التي سجلها الفائض، كيف تابعت النتائج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أنه النتائج مهمة جدا وإيجابية بشكل كبير،
وفائض مهم جدا، تقريبا ارتفاع اكثر او قارب من 90%، 89.6 تقريبا، تخطى 36 مليار ريال، وهو رقم مهم جدا حتى اذا بنقارنه على مستوى الموازنه الموجوده. نحن عم نحكي عن ما يقارب 15%، اذا بنقارنه ايضا بحجم الاعمال الموجود بنلاقي انه النسبه اكثر من ممتازه. هذا الارتفاع وهذا التحرك له عده اسباب. اذا بدنا نقول بشكل سريع من اهم هذه الاسباب، اولا العلاقات الجيده والسياسه الخارجيه الناجحه التي قامت بها دوله قطر خلال الفترات الاخيره مع معظم دول اسيا والدول المحيطه، وبالتالي وجود اتفاقيات مهمه على مستوى التبادل التجاري وتطويره، وشفنا هذا الموضوع ينشط بشكل كبير بالعام 2021، وكان من اهم اتفاقيه تبادل او اتفاقيه توريد الغاز إلى الصين، واللي شفناها اليوم عم تحتل المركز الأول بضمن الدول المستوردة والدول المصدرة لدولة قطر، وبالتالي علاقات جيدة وإذا بدك ثقة متبادلة وقدرة على خلينا نقول التعاون مع معظم هذه الدول وتلبية احتياجاتها. أيضا موضوع مهم جدا كان خلال هذه الفترة اللي هو موضوع ارتفاع أسعار الطاقة. نحن نعرف أنه جزء كبير من أسعار الطاقة أو من الصادرات القطرية لها علاقة بمنتجات اللي هي لها علاقة بالطاقة وبتروكيماويات وغيرها. أسعار هذه المواد ارتفعت بشكل إيجابي، استطاعت الدوحة أن تستفيد من هذه الارتفاعات عن طريق تحديد العملاء الموجودين وتوجيهها إلى الأماكن الصحيحة. وهون بدي نوه أنه حتى إذا بنشوف نحن في عنا الشركات المدرجة ببورصة قطر على مستوى صناعات قطر مسعيد وغيرهم، بنشوف أنه كانت نتائجهم ارتفعت بشكل كبير بسبب هذا الموضوع. صناعات قطر بتقرير الصادر عن الشركة كان في حديث عن ارتفاع أسعار البتروكيماويات اللي بتنتجها أكثر من 35%، وبالتالي هيدا كان عامل أساسي ومهم جدا. أيضا موضوع الحرب الروسية الأوكرانية والعلاقة مع قارة أوروبا، وبالتالي البدء بقطع العلاقات ومحاولة إيقاف استيراد المنتجات الروسية كان له أثر كبير بالبحث عن بدائل، وهم كانت كما العادة الشركات القطرية حاضرة لتلبية هذا الاحتياجات، وبالتالي شفنا سوق الألمنيوم وأسواق أخرى عم تزدهر بشكل كبير بدولة قطر خلال هذه الفترة بتصدير منتجات جديدة إلى دول جديدة ومحاولة سد الفراغ اللي كان موجود من منتجات أخرى. أيضا بشكل سريع الإنتاج الداخلي لبعض الصناعات خلال فترات الكورونا وغيرها ساهم بشكل كبير بتقليل نسبة الواردات، مما جعل الميزان التجاري يرجح أكثر لجهة الصادرات مما كان عليه سابقا. مشاهدينا، محطتنا التالية هي بورصة قطر. كثير من التفاعلات مع انتهاء موسم الإفصاحات المالية سنتابعها بعد هذا الفاصل. إذا مشاهدي الكرام، انتهينا من موسم إفصاحات الشركات للربع الثالث من العام الجاري، وكما سنتابع معكم المحصلة جاءت إيجابية بشكل عام تقريبا على صعيد أداء الشركات منفردة أو القطاعات إجمالا. ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في البورصة القطرية في نهاية الربع الثالث من العام الجاري بنسبة اقتربت من 19% وثلاثة أعشار، لتسجل 39 مليار و 420 مليون ريال مقارنة ب 33 مليار سجلت للعام لنفس الفترة من العام الماضي، وبزيادة قيمتها 6 مليارات و370 مليون. نتابع معكم تفاصيل كل قطاع على حدة. ارتفع صافي أرباح قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة وصلت إلى حوالي 5% لتسجل حوالي 20 مليار ريال بزيادة قيمتها 928 مليون ريال.
ارتفع صافي أرباح قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة اقتربت من 26% لتسجل 1,650,000,000 ريال، وبزيادة قيمتها 339,000,000 ريال. نما صافي أرباح قطاع الصناعة بنسبة 24.4% إلى مستويات 11,850,000,000، وبلغت قيمة الزيادة إجمالي صافي أرباح القطاع أكثر من 2,300,000,000 ريال، بينما تراجعت أرباح قطاع التأمين بنسبة 79% إلى 169,200,000 ريال فقط عقب الخسائر التي سجلتها قطر للتأمين وتراجع أرباح كل من العامة للتأمين وكيو أل إم، ليتراجع صافي أرباح القطاع بنحو 640,000,000 ريال. كما ارتفع أيضا ارتفعت الأرباح الصافية لقطاع العقارات بنسبة 12% إلى 1,300,000,000 ريال، سجلت شركات القطاع ارتفاعا بقيمة 141,000,000 في صافي أرباحها. سجل صافي أرباح قطاع الاتصالات نمو قياسي بنسبة وصلت إلى 526% بدعم من نتائج أريدو وتحولها للربحية، وكذلك صعود أرباح فودافون لترتفع أرباح القطاع بقرابة 3 مليارات ريال على أساس سنوي. ارتفعت أيضا أرباح قطاع النقل بنسبة وصلت إلى 18.17% إلى مستوى 2,160,000,000 ريال. كما نتابع معكم، بلغت قيمة الزيادة في أرباح الشركات الثلاثة ضمن قطاع النقل قرابة 340,000,000 ريال. تفاصيل أوفى عن النتائج المالية نذهب بكم إلى السيد عمر القضاء الصحفي الاقتصادي. سيد عمر، في هذه الزيادة القياسية في قطاع الاتصالات، ما هي أسبابها بوجهة نظرك؟ بداية أسعد الله صباحك وصباح جميع المشاهدين. بالتأكيد قطاع الاتصالات شهد حقيقة نمو كبير خلال الفترة الماضية، شهدنا هناك تحسن كبير على أعمال شركة فودافون، هناك ارتفاع في حجم الإيرادات، أيضا ارتفاع في حجم الاشتراكات، وأيضا التوسع في السوق المحلي، والتي أدت إلى ارتفاع في إيرادات الشركة ونمو في صافي أرباحها. بالتأكيد أيضا شركة أريدو وهي إحدى الشركات القيادية في قطاع الاتصالات محليا، وأيضا تعمل بالعديد من الأسواق الأخرى في آسيا وأيضا في إفريقيا، وأيضا هناك العديد ربما خلال الفترة الماضية شهدنا هناك العديد من الضغوطات التي شهدتها شركة أريدو على صعيد أسعار الصرف واختلاف أسعار الصرف، ربما كان هذا الضغط الأساسي والمهم والكبير حقيقة خلال النتائج المالية للشركة خلال العام الماضي، والتي شهدنا هناك انعكاس مباشر على أرباحها في السوق المحلي وأيضا خلال الفترة الماضية وتحديدا خلال عام 2021. لكن خلال هذا العام ربما أن الشركة استطاعت حقيقة السيطرة على هذا التحدي الكبير الذي كان يشكل ضاغطا كبيرا على النتائج المالية في السابق، ورأينا أنها تتحول إلى الربحية وتحقق حقيقة نتائج مالية مميزة، وأيضا استفادت حقيقة من الارتفاع في الإيرادات وأيضا الارتفاع في عملياتها التشغيلية سواء على الصعيد السوق المحلي وحتى على الصعيد الأسواق التي تعمل بها. أعتقد أن قطاع الاتصالات أيضا مهيئ خلال الفترة الحالية خلال الربع الأخير من العام الحالي لتسجيل أرباح أيضا متميزة والاستفادة حقيقة من البنية أو الاستفادة من الفعالية وتنظيم كأس العالم خلال الشهر المقبل، وأيضا الاستفادة من زيادة عدد الزوار خلال هذه الفترة، والذي سينعكس بالنهاية على النتائج المالية لشركات قطاع الاتصالات. نعم سيد عمر، أيضا أداء قوي تبعناه على شركات قطاع النقل الثلاثة التي سجلت نمو بصافي أرباحها بنسبة ناهزت 19%، أسباب ذلك؟ بالتأكيد قطاع النقل أيضا من القطاعات اللي إن عدنا إلى الوراء قليلا وعام 2020 ربما أنه من القطاعات التي تأثرت بشكل مباشر بجائحة كورونا، وأيضا عمليات وقف العمليات التشغيلية في قطاع النقل سواء البحري أو اللوجستي البري، أيضا كان هناك ربما تحسن في هذا الأداء خلال عام 2021، وبدأنا حقيقة نرى أن هناك أصبح ارتفاع في أسعار الشحن العالمي
العالمي على مستوى النقل البحري، وأيضا رأينا أن شركات القطاع المحلي استفادت ربما ملاحة ومخازن من هذا الارتفاعات وارتفاع أسعار الشحن وانعكاسها بالشكل المباشر على النتائج المالية لتلك الشركتين. أما شركة ناقلات ربما أنها أيضا استفادت من زيادة تصدير الغاز الطبيعي المسال من دولة قطر، ورأينا أن الشركة خلال الفترة الماضية وخلال أدخلت العديد من وزادت عدد أسطولها، وربما أنه هذا القطاع أيضا مهيئ لتسجيل نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة. نعم مشاهدي الكرام، نذهب بكم اللحظة إلى افتتاحات البورصة القطرية. 12247 نقطة يسجلها المؤشر العام، 24,798,000 سهم تم تداولها، قيمتها 76 مليون ريال. هذا أداء قطاعات السوق. الاتصالات 1% ارتفاعات، العقارات حوالي 0.5%، البنوك ارتفاعات طفيفة وانخفاض في البضائع. نشوف النقل الذي يسجل اللحظة انخفاضات ب 20%، قطاع الصناعات منخفض 0.25%، والتأمين بحوالي 1%. بالنسبة لي الشركات الأكثر نشاطا، الريان في الصدارة، صناعات قطر ثانيا، مجموعة أزدان وكيو أم بي. أكثرها انخفاضا كان في الخليج التكافلي بنسبة اخترقت 3.5%، التحويلية حوالي 3.5%، 2.6% في كيو ال ام، والطبية بأكثر من 2.5%. أما الأكثر ارتفاعا دلالة مع 1.8%، الإسلامية للتأمين مع 1.5%، وكهرباء وماء مع 1.25%، وأريد مع أكثر من 1%. إذن مشاهدينا نعود بكم إلى ضيفنا في الاستوديو سيد علاء. يعني من القطاعات التي نقف عندها ومع نتائجها هو القطاع العقاري، حوالي 12% هو نمو في الأرباح الصافية لهذا القطاع خلال أو مع نهاية الربع الثالث. هل ترى نسبة النمو مناسبة للزخم الكبير الذي يرافق استضافة كأس العالم في هذه الفترة؟ لا، بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم كل خير. حقيقة النمو اللي شفناه في القطاع العقاري في شركات القطاع العقاري خلال الربع الثالث يعد نمو جيد، أكثر من 10%، يمكن وصل إلى مستويات 12%. شفنا خلال الفترة الماضية تم إطلاق العديد من المشاريع، مختلف الشركات، تحدث عن المتحدة أطلقت أكثر من مشروع في جزيرة اللؤلؤة، وكذلك نتحدث عن أزدان أيضا أطلقت مشاريع في منطقة الوكرة، كذلك بالنسبة لبروة، وكذلك بالنسبة لمزايا. الأمر اللي انعكس بشكل حاليا بشكل بسيط على البيانات المالية لهذه الشركات خلال الربع الثالث. حقيقة معظم هذه الشركات وحسب المعلن حتى اللحظة هي ترتبط بعقود طويلة الأجل بعض الشيء مع الجهات المعنية في الدولة، وبالتالي من الممكن أن تنعكس أو تبدأ آثار استضافة بطولة كأس العالم على ميزانيات هذه الشركات وسلسلة أرباحها خلال الربع الرابع، بالتحديد الشركات اللي لها سلسلة من الفنادق، إضافة إلى المجمعات السكنية. نتحدث هنا مثلا عن, 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 عن شركة أزدان، كذلك نتحدث عن شركة بروة اللي أيضا وفرت أنواع مختلفة أيضا من أشكال السكن، سواء كان عن طريق الإسكان بالليلة الواحدة أو عن طريق أيضا المجمعات السكنية أو عن طريق الشقق. وبالتالي آثار البطولة من المتوقع أن هي راح تبدأ تظهر خلال الربع الرابع. شيء مهم أيضا مهم أن نضع في عين الاعتبار وهو ارتفاع أسعار الفائدة. ارتفاع أسعار الفائدة حقيقة من المهم جدا أن يظل القطاع العقاري بعيد عن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة. احنا اللي شفناه خلال الربع هذا أنه ما كان له تأثير كبير على ربحية الشركات، لكن من الممكن أن لو الشركات في القطاع العقاري ما تمكنت من التكيف مع ارتفاع أسعار الفائدة ممكن يؤثر على ربحيتها، الأمر اللي الشكل الجيد أنه ما شاهدناه خلال الفترة الحالية. كذلك لاحظنا أنه بعض الشركات استفادت أيضا من ارتفاع أسعار الفائدة من خلال ارتفاع عوائد الودائع لدى هذه الشركات. أحمد عاقل، لماذا لا نشهد أي ارتباط بين هذه النتائج الممتازة وأداء المؤشر العام؟
يعني نحن خلال هذه الفترة عم نشوف إذا بدك ضغط على مستوى معظم الأسواق الناشئة، وعم نشوف حركة السيولة شوي عم تكون مختلفة خاصة من الأسواق الناشئة أو بالسيولة التبادلية بين الأسواق الناشئة أو الأسواق المتقدمة. اليوم المشكلة الرئيسية برأيي نحن كان عندنا نتائج أكثر من إيجابية على مستوى جميع القطاعات، ليس فقط القطاع العقاري، ولكن بنفس الوقت عم نشوف ضغوطات شركات حققت نمو كبير، صناعات قطر وغيرها من الشركات شفناها عم تتعرض لضغوطات. اليوم التخوف الكبير اللي عم تواجهه الشركات المدرجة بالبورصات العالمية، ليس فقط ببورصة قطر عم نحكي، هو ارتفاع معدل الفائدة. ما عم بحكي عن تأثيراته على الشركات وأداء الشركات والركود والاقتصاد، عم بحكي بفكرة أهم. اليوم عنا من المتوقع بيوم 2/11 إنه ترتفع الفائدة لحوالي 4%، هيدي التوقعات، وبالتالي سوف تصبح الشركات المدرجة بالبورصات مع اقتراب نهاية العام أمام مأزق كبير بمحاولة منافسة الأرباح التي يمكن تقديمها عن طريق البنوك. اليوم أنا مستثمر أضع أموالي بالبنك بأخذ 4% بدون أي مخاطرة موجودة، هل أقوم بشراء أسهم بشركات للحصول على عوائد أقل من 4%؟ وبالتالي أصبحت الشركات على مستوى العالم مطالبة بالقيام بتوزيعات تفوق 4% تكون مغرية للمستثمرين. إذا بنرجع سنة واحدة للعام الفائت كانت أرباح الإيداعات البنكية 4%، وبالتالي توزيع 2 أو 3% كان يعتبر إنجاز. اليوم بدنا نحكي بال5 أو 6% حتى يصبح المستثمر يشعر بتحقيق أرباح أو بدل للمخاطرة التي يقوم بها بالأسواق. هيدا عم بيخلي المستثمرين عم ينتقلوا من أسواق المال للإيداعات البنكية، وهي إذا بدك أحد أهم أسباب حركة رؤوس الأموال خلال هذه الفترة. خلينا نشوف شو رح يكون فيه بالجزء الرابع وبالنتائج بالربع الرابع وبالنتائج القادمة إن شاء الله. نعم سيد علاء، يعني تأثير أسعار الفائدة هل كان له دور في النتائج التي شهدناها على صعيد أداء قطاع الخدمات؟ هذا القطاع حقق حوالي 340 مليون ريال زيادة في أرباحه الصافية، على ماذا استندت؟ نعم طبعا بشكل عام أسعار الفائدة أثرت على ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى استفادت منها شركات القطاع المصرفي، وشفنا المصارف معظم البنوك تحدث عن كيو أم بي حقق نمو بنسبة 7%، الدولي أيضا حقق نمو بنسبة كبيرة، المصرف حقق نمو ب 13%، الدوحة، معظم شركات أو معظم المصارف أو البنوك حققت أرباح. على الصعيد الثاني شفنا شركات استفادت من ارتفاع أسعار الودائع، اللي هي نتحدث بالتحديد عن شركات القطاع الصناعي، شفنا ارتفاع في إيرادات الفوائد مثلا لشركة مسعيد ب 97%، كذلك شفنا في قامكو بما يقارب 50%، كذلك للمستثمرين ومعظم الشركات القطاع الصناعي اللي كان عندها فائض نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة تم استغلاله وتوظيفه في الحصول على ودائع أو توظيفه على شكل ودائع والحصول على إيرادات بنكية. على الصعيد الآخر شفنا بعض الشركات تأثرت بشكل سلبي من ارتفاع تكاليف الفائدة، بالتحديد نتحدث عن بعض الشركات في قطاع التأمين، شفنا أن ارتفاع أسعار الفائدة زاد عندها تكاليف الإقراض، وبالتالي أثر بشكل طفيف على البوتوم لاين أو على صافي أرباح هذه الشركات. طبعا ارتفاع أسعار الفائدة مو بس فقط ينعكس على 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 تكاليف الإقراض، ولكن ينعكس على 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 تكاليف المدخلات كذلك. فبالنسبة للقطاع الخدمات محافظته على 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 ربحيته وارتفاع ربحيته بشكل جيد خلال الفترة خلال الربع الثالث يعتبر شيء جيد، بالرغم من أنه هناك شفنا بعض الشركات اللي أيضا تأثرت من ارتفاع أسعار الفائدة وكان فيها انخفاض في ربحيتها. طبعا هذه عملية مؤقتة، طبعا حاليا احنا في مرحلة او في ضمن السايكل او 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 دورة الاقتصادية اللي تكون فيها اسعار الفائدة مرتفعة، وبالتالي الشركات المثقلة بالديون او الشركات اللي دخلت للتو للسوق ممكن ما صار لها 4 أو 5 سنوات، وبالتالي هي في بداية التأسيس او في المراحل الاولى للتأسيس راح نلاحظها راح تتأثر بعض الشيء بشكل سلبي من اسعار الفائدة المرتفعة. وعلى العكس تماما الشركات اللي صار لها فترة في السوق اللي معظم مراحل الانتاج او معظم الكونستراكشنز داخل هذه الشركات تم بشكل كبير راح تلاقيها تستفيد بشكل ايجابي من ارتفاع اسعار الفائده. علاء الشيخ لي محلل اسواق الماليه، نشكرك جزيل الشكر. احمد عقل شكرا جزيلا لك. السيد عمر القضاء من البورصه القطريه ايضا نشكركم جزيل الشكر.
موضوع آخر مشاهدينا لهذا الصباح، حيث تطلق فودافون قطر اليوم أحدث حملاتها الوطنية من خلال العالم الافتراضي لتمنح تجربة فريدة من نوعها لزوار متجرها في مول بالاس فاندوم. إذن مشاهدينا نرحب مباشرة بزميلتنا نادين البيطار التي ستطلعنا على تفاصيل تلك الحملة لفودافون قطر. صباح الخير نادين، الكلمة لك. صباح الخير روان، صباح الخير مشاهدينا عبر شاشة تلفزيون قطر برنامج جلسة الأعمال. طبعا ضمن حملتها الوطنية تطلق اليوم فودافون قطر هنا في بلاس فاندوم تحديدا لجمهور البطولة هذه التجربة الفريدة والمتعلقة بالعالم الافتراضي ميتافيرس. طبعا تعاون كبير مع مجموعة من الشركات العالمية والشركات الكبرى مثل ميتا وغيرها ستتعاون مع فودافون لطبعا هذه التجربة الفريدة من نوعها، وكل من سيزور هذا الفرع تحديدا هنا في بلاس فاندوم سيتمتع بهذه التجربة في العالم الافتراضي. الكثير من التفاصيل والهدف من هذه الحملة الوطنية سنتعرف عنها مع السيد علي عتيق العبد الله، وهو رئيس العلاقات الإعلامية والعلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية في فودافون قطر. حياك الله معنا سيد علي. في البداية، حملة جديدة، حملة وطنية تطلقها فودافون قطر، أخبرنا أكثر عن أهداف هذه الحملة. أول شيء صبحكم الله بالخير ومرحبا فيكم في فرعنا في فاندوم. احنا نعم اليوم في إطلاق حملة جديدة، الحملة هذه لكل منتسبي فودافون ومشجعي اللي إن شاء الله راح تستضيفهم الدولة في الفترة القادمة إن شاء الله بإذن الله. احنا متواجدين للإعلان عن يعني أكثر من 7-8 فعاليات إن شاء الله راح تكون للجمهور، أيضا عن بعض المفاجآت اللي راح يعرضها ان شاء الله لنا الرئيس رئيس العمليات الزميل دييغو، مع ايضا بعض المفاجآت ان شاء الله للجمهور. انا احب اني اتركها له ان شاء الله يعلن عنها في الميتافيرس العالم الافتراضي اللي احنا راح ان شاء الله اليوم نشارك فيه الحضور ويجربون معنا هذه التجربه الجيده. هناك ايضا تعاون مع كثير من الشركات، شركات عالميه، اخبرنا عن هذا التعاون ومع من تعاونتم من الشركات تحديدا؟ احنا حبينا تكون التجربه فريده ومختلفه، لذلك تشاركنا في انجاح بعض الفعاليات وتنفيذ بعض الفعاليات مع ميتا، وطبعا الشركات اللي تحت ميتا كثيره، ايضا مع تويتر، مع انغامي، مع جوجل، كثير من الشركات العالميه راح تشاركنا في انجاح اكثر من 6-7 فعاليات ان شاء الله راح تكون لكل عملاء فودافون وايضا لكل مشجعي اللي قادمين لدولة قطر في الفترة الحالية. أيضا هناك تجربة الفي آر، كما نرى، إذا ممكن أن نرى الفي آر على الشاشة، هذه التجربة فريدة من نوعها، تجربة العالم الافتراضي، أخبرنا عنها أكثر. مثل ما أنت عارفة سادة نادين، العالم بدأ يتغير، احنا حبينا أن التجربة تكون اليوم في توضيح الفعاليات والأنشطة والبرامج اللي راح تكون خلال الفترة القادمة عن طريق العالم الافتراضي الميتافيرس. ايضا يعني نركز احنا دائما ان حملتنا الرئيسية في فودافون توجذر وي كان، معا نستطيع، ومن خلالها راح نعرض الركائز الثلاثة، الثري بيلرز مالتنا، الركائز الثلاثة اللي هي الاستدامة والرياضة والابتكار من خلال الميتافيرس ومن خلال الفي ار اللي ان شاء الله راح الجميع يستمتع في التجربة اليوم، وايضا من خلالها راح يطلع لنا ان شاء الله دييغو وراح يتكلم اكثر عن المفاجآت والانشطه والبرامج اللي راح نقدمها في الفتره القادمه. يعني ماذا ستقدم فودافون قطر لجمهور البطوله؟ والله احنا يعني شركاء ان شاء الله باذن الله، راح نكون شركاء في انجاح سواء البطوله واي اي حفل وحدث ضخم في الدوله، وحتى لو كان ايضا حدث صغير احنا متواجدين لانجاح اي حدث كان في الدوله. وان شاء الله باذن الله ايضا شركاء مع جميع الشركاء اللي
اللي في قطر، من أصغر شركة وأصغر مواطن لأكبر مواطن أو أكبر شركة. فإحنا اليوم متواجدين على أساس نجاح الحدث، وإن شاء الله بإذن الله المفاجآت اللي راح تعرض بتكون على قد الحدث بإذن الله. أشكرك السيد علي عتيق العبد الله، رئيس العلاقات الإعلامية والعلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية في فودافون قطر، على هذه المعلومات، ونتمنى لكم التوفيق في هذه الحملة الوطنية تحت عنوان معا نشجع لجمهور البطولة. وإذا يمكن لكل مشاهدين عبر شاشة تلفزيون قطر القدوم إلى بلاس فاندوم وتحديدا إلى فرع فودافون قطر هذا المتجر، والاستمتاع بهذه التجربة الفريدة من الميتافيرس أو العالم الافتراضي. والآن عودة للاستديو للزملاء. نعم زميلتنا نادين البيطار، شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. فاصل قصير مشاهدي الكرام، ومن ثم لنا عودة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام. ضخ بنك الشعب الصيني سيولة نقدية صافية في النظام المصرفي هذا الأسبوع لتلبية الطلب المتزايد على تمويل مدفوعات الضرائب وتحسين المعنويات في أعقاب مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني. وقام البنك المركزي الصيني بضخ ما قيمته 840 مليار يوان، أي ما يعادل 116 مليار دولار، عبر اتفاقيات إعادة شراء الريبو العكسي لسبعة أيام متواصلة، وهو ثاني أعلى مبلغ مسجل هذا العام. وتأتي تلك التحركات عقب هبوط سعر صرف اليوان في التعاملات المحلية في الصين بنسبة 0.3% بعد أن تراجع إلى أضعف مستوى منذ العام 2007 خلال الأسبوع الماضي. مزيد من التفاصيل نذهب بكم إلى لندن، وينضم إلينا السيد أنور القاسم الخبير الاقتصادي. مرحبا بك سيد أنور، كيف تقيم تلك التحركات عبر المركزي الصيني لدعم الاقتصاد المحلي هناك، خاصة في ظل تلك التراجعات التي نتابعها على صعيد سعر اليوان الصيني؟ يعني لا يخفى على أحد أن ثاني أكبر اقتصاد على المستوى الدولي بات يعاني بشكل كبير، وفقد قوة الزخم التي كانت في التسعينات حينما كان يسجل رقمين نموا. الآن يعني نسبة النمو في الصين كما رأينا تدنت عن 5% 4.8%، وهي نسبة متدنية جدا لاقتصاد قوي، ووصف بأنه إذا تابع هذا النمو سيصبح الاقتصاد الأول ما بين عام 2025 إلى 2030 سيسبق الولايات المتحدة. ما حصل الآن حقيقة أن الحرب التجارية التي شنتها الولايات المتحدة وأيضا بعض حلفاء الولايات المتحدة ضد الصين أثرت بشكل كبير على نسبة النمو، وأيضا أثرت على سمعة الصين الاقتصادية على المستوى الدولي. أتت كورونا أيضا لتقضي على ما تبقى من النمو. السياسة التي اتبعتها الحكومة الصينية حقيقة وهي صفر كوفيد كان لها أثر عكسي على الاقتصاد الصيني وبشكل كبير جدا، مما استدعى من الحكومة أن تتدخل وتضخ 100 مليار في السوق لإنعاش الاقتصاد. طبعا هذه ليست يعني ليست المرة الأولى التي يتدخل فيها بنك الشعب الصيني في ضخ الأموال أو دعم اليوان الصيني. طبعا هذه كانت مآخذ على الحكومة الصينية من قبل الولايات المتحدة، من قبل الشركاء الاقتصاديين الدوليين، بأن دائما الحكومة الصينية تدخل السياسة بالاقتصاد، وبالتالي طبعا كانت الصين دائما تدافع عن سياستها وتقول إنها تتدخل فقط في الأوقات الحرجة ولا تتدخل في سعر اليوان، تترك هامشا لليوان ليتحرك مقابل العملات الأخرى. طبعا حتى الآن الولايات المتحدة تقول إن اليوان يعني أضعف أو أقوى أضعف من قيمته الحقيقية. الولايات المتحدة تريد رفع قيمة اليوان، بينما تصر الصين على يوان منخفض طبعا لأسباب تجارية واقتصادية ولدواعي التصدير. سيد أنور، هل هناك من مكاسب قد يحققها الاقتصاد الصيني من تراجع العملة المحلية من أجل دعم الصادرات الصينية كما أشرت قبل قليل؟ نعم، يعني واضح تماما ان يعني دائما كل الدول تعتمد احيانا على يعني او تريد عملتها ان تكون متوازنة،
أو متوازية، بمعنى آخر كلما انخفضت قيمة العملة كلما زادت زادت نسبة التصدير، خاصة في الأوقات الاقتصادية الصعبة التي تمر بها دول العالم. نحن نلاحظ الآن مثلا اليوان الصيني إذا قورن مثلا بالين الياباني لم يخسر ما خسره الين الياباني، أيضا لم يخسر ما خسره اليورو أو الجنيه الاسترليني أو الدولار الأسترالي أو الكندي. نحن يعني حقيقة في فترة هي تشهد انهيارات كبيرة في أسعار العملات الدولية، وأنا أعتقد أن الصين تحرص على أيضا أن لا ينهار بطبيعة الحال اليوان الصيني، لكن تحرص على يوان رخيص لمساعدة ودفع عجلة التصدير بشكل أكبر. نعم، اليوم الصين أيضا سيد أنور تشهد تحول على صعيد استخدام الطاقة، ونشهد توجه كبير لاستخدام الغاز الطبيعي، وتوسعة أيضا الشراكة مع دولة قطر من أجل إمداد الصين بالغاز الطبيعي المسال. كيف ترى أهمية تلك الشراكة للبلدين؟ يعني واضح أن كلمة السر للاقتصاد الدولي الآن لأي دولة تريد الابتعاش أو تريد المحافظة على نسبة نموها هو الغاز. وطبعا قطر من أهم الدول المنتجة والمصدرة للغاز عبر العالم، إضافة إلى أن قطر أثبتت خلال المحنة الأخيرة التي حصلت في أسعار الطاقة الدولية أنها تلتزم بوعودها، بمعنى آخر يعني الثقة القاسية بالنسبة للتصدير القطري، يعني هذا مقدر بشكل كبير جدا. قطر تعتمد على يعني على عقود طويلة الأجل مع دول آسيوية، وثبتت على هذه العقود رغم مناشدة دول غربية كبيرة جدا أن تحول بعض الشحنات إلى أوروبا. قطر زادت من إنتاجها وساعدت معظم الدول الأوروبية التي طلبت مساعدات، لكن هي ملتزمة بعقود طويلة الأجل مع دول آسيوية، وهذا يؤكد ثبات السياسة الاقتصادية لقطر. هذا أولا. ثانيا، الصين قوة اقتصادية هائلة، كما قلنا قبل قليل قد تصبح القوة الاقتصادية الأولى، وبالتالي هي محرك اقتصادي كبير يعتمد على الطاقة، خاصة إذا علمنا أن إنتاج الصين يعني يكاد لا يذكر من النفط والغاز، وبالتالي الشراكة مع قطر حقيقة هي شراكة اقتصادية واعدة سواء بالنسبة لقطر أو بالنسبة للصين. طبعا هذا يحتاج من قطر زيادة الإنتاج، وبطبيعة الحال هذا يتطلب وقتا، بمعنى آخر قطر الآن من ناحية إنتاج الغاز هي تقريبا في قمة الإنتاج، أو لنقل يعني لا تستطيع أن تزيد إنتاجها في فترة قصيرة، لكن على المدى الطويل أنا أعتقد أن الصين ستصبح يعني زبونا كبيرا للغاز القطري. شكرا جزيلا لك سيد أنور القاسم الخبير الاقتصادي من لندن، شكرا لك. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام جلسة الأعمال، شكرا لكم على طيب المتابعة. غدا لقاء جديد بمشيئة الله، في أمان الله.